معاكم مشاهدينا وفقرات طعم البيوت. واحنا النهارده الحقيقه عندنا موضوعين مهمين جدا. اول موضوع هنشرب فيه كده فنجان قهوه معاكم وهنتكلم فيه عن اهم الاماكن السياحيه اللي احنا ممكن نروحها ونقضي فيها يوم جميل ويوم مختلف في القاهره. والحقيقه ان مصر غنيه جدا بالاماكن السياحيه المميزه اللي ممكن تكون مش موجوده في اي مكان تاني في العالم. ولو هنتكلم عن السياحه في مصر فالحقيقه احنا عندنا سياحه ترفيهيه، عندنا سياحه ثقافيه، عندنا سياحه دينية. عندنا الحقيقة ثراء كبير جدا في ان احنا نقضي يوم مختلف في اماكن مختلفة كتيرة في مصر. موضوعنا التاني اللي هنتكلم فيه هيكون عن العند والمرأة العنيدة. هي بتبقى عارفة ان هي عنيدة ولا ما بتبقاش عارفة؟ ازاي ان هي ممكن تحاول مع الوقت ومع المواقف اللي بتتحط فيها ان هي تتغلب على عندها. كمان ازاي ان احنا ممكن نتكلم مع اطفالنا وازاي ان احنا نحاول من البداية ان احنا ما نربهمش على العند، ونحاول ان احنا نخلي العند عندهم يبقى مش صفة مكتسبة، مش احنا اللي نخليهم يبقوا عنيدين معانا. فده هيكون موضوع فقرتي التانية وهنتكلم فيه بكل التفاصيل. يمكن اكتر حاجة دلوقتي بنفكر فيها كلنا، اي حد عنده طالب في الثانوية العامة بيبقى عايز يدينه نصايح، عايز يقول له ايه الكلية اللي انت تخش فيها، ايه لو دخلت كلية انت مش حاببها ازاي ان انت برضو تقدر ان انت تنجح فيها. فعشان كده هيكون معانا تقرير عن اختيار الكلية وازاي ان انت تقدر تعدي حتى لو الكلية دي مش عاجباك. هيكون معانا بعض النصايح في التقرير، نروح نشوفه ونرجع نكمل معاكم. سبقليل من طلبة الثانوية العامة في حيرة عند اختيار الكلية المناسبة، خاصة إن حصل على مجموع لا يتناسب مع الكلية التي يريد الالتحاق بها. لذلك عقدت ندوة بعنوان إزاي تختار كليتك مهما كان مجموعك. ازاي اختار الكليه بتاعتي؟ اول حاجه هبدا احدد ايه هي قدراتي وميولي. اول حاجه ايه الفرق ما بين القدرات والميول؟ الميول الحاجه اللي انا حاببها، الحاجه اللي انا عندي موهبه فيها، الحاجه اللي عندي شغف ان انا دايما اتعلمها. القدرات ايه هي؟ المعارف بتاعتي، ايه هي مقدرتي على فعل الحاجات دي. احدد ادخل كليتي ازاي. اللي خدوا ثانويه عامه طبعا وحددوا المجموع بتاعهم، لو كان المجموع زي ما هم كانوا حابين او زي هم كانوا متوقعين، المجاميع العاليه ومحددين كليات القمه او الكليات اللي بتاخد مجاميع عاليه سواء طب هندسه صيدله، هم عارفين مجالاتهم فين. طب اللي جابوا مجاميع متوسطه الفرنج اللي هم مش الكليات اللي هم كانوا محددينها، دول يعملوا ايه؟ فابدا احدد الامكانيات بتاعتي، هل هي تسمح او لا. بعد ما احدد الامكانيات هعرف هي قدراتي هتقدر على مذاكره الكليه دي او لا. بعد ما احدد هشوف بقى مجال سوق العمل، لو انا الكليه مش اللي انا حاببها او اللي انا كنت محدد لها ان انا هدخلها من الاول، ايه هي مجالات سوق العمل بتاعتها؟ هبدا احدد مجال سوق العمل وابدا من وانا في الكليه ابدا اخد كورسات، ابدا اهل نفسي لسوق العمل. المجموع ما تخليهوش هو اللي يختار لك كليتك او يختار لك مستقبلك. انت جايب مجموع قليل بس انت عايز تدخل كليه محدده ادخلها. جايب مجموع كبير اسف عايز تدخل كليه محدده مجموعها قليل ادخلها. مش لازم تدخل كليه علشان ترضي مجموعك وعلشان ترتضي باللي خلاص انت مجموعك يدخلك كذا فدخلته خلاص. حدد الاول ايه اهدافك وايه الحاجه اللي انت شاطر فيها قوي ومميز فيها قوي، وبناء عليه ابدا اعمل حصر للكليات المحيطه للمجموع بتاعك وفي نفس الوقت للميول بتاعتك ولاهدافك، وابدا اختار انهي كليه هتكون مناسبه ليك اكتر. النهارده اتكلمنا مع الولاد، يعني عرفناهم يعني ايه امتحان قدرات، ازاي ممكن يسجلوا في امتحانات القدرات، عرفناهم يعني ايه كليه تربيه فنيه اقسامها ايه، كليه الفنون جميله اقسامها ايه، كليه الفنون التطبيقيه الاقسام اللي فيها، يطلعوا يشتغلوا ايه، سوق العمل يعني الكليات دي ايه، سوق العمل اللي ممكن الطالب يتخرج يشتغل فيه. كلمناهم عن الجامعات الاهليه والجامعات الخاصه والفرق بينهم، وكلمناهم كمان ازاي ممكن يحددوا اهدافهم، ازاي يكتشفوا ميولهم وقدراتهم. مشاهدينا ورجعنا لكم وهنبتدي معاكم فقرات طعم البيوت.
ويمكن أول حاجة كده بنتكلم فيها الأجازة الصيفية. الأجازة الصيفية الحقيقة بتكون مميزة جدا عندنا، وبتكون ليها وقت طويل إن احنا ممكن نتعرف على تاريخ بلدنا، وممكن نتعرف على الأماكن السياحية والأثرية المميزة جدا في مصر. الحقيقة إن احنا عندنا يعني خروجات ما حصلتش، بس احنا اللي مش بنستغل الفرصة وبنبقى دايما يعني حاطين تفكيرنا كده في كام حاجة. فاحنا النهاردة هيكون منورنا دكتورة رودي وحيد، باحثة أثرية وعضو اتحاد أثريين، هتقول لنا بقى على كل الأفكار الجديدة وهننطلق معاها ونعرف كل حاجة في مصر. أهلا بيك يا دكتور، ومنورانا في تعمل بيوت. مرسي ليكي، مرسي، أنت منورة. خلينا بقى نقول كده، الحقيقة مصر غنية جدا بالأماكن الأثرية المميزة، ولكن يمكن إحنا كده يعني كمصريين أكتر حاجات بنبقى عارفينها ومشدودين ليها كلنا بنروحها على طول. إحنا المرة دي بقى معاكي عايزين نتعمق في الأماكن المختلفة والمميزة اللي إحنا ممكن نروح نقضي فيها يوم جميل مع أسرتنا كده، والخروجة مش هتكون مكلفة، وبالعكس هنتبسط فيها وهنشوف حاجات جميلة وعريقة لبلدنا. ده حقيقي. زي ما حضرتك قلتي ان بيبقى في كام مكان هم المشهورين قوي، هم اللي بيبقى عليهم دايما الفوكس في الخروجات والمعرفه، مع ان الاثار متنوعه كتير جدا وفي حاجات فيها خروجات حلوه قوي. يعني مثلا عندنا قصر الامير محمد علي على النيل، فالاسره لما هتخرج هتدخل على كذا بيت موجود جوه القصر، هنقدر نروح قصر منستيرلي، وفي عندك المتحف ام كلثوم في مقياس النيل، دي خروجات كلها على النيل. فانت الاسره هنا مش حاسه انها رايحه متحف بس وخلصت جاية ماشية، لا ده انت في قعدات حتى حلوة، قعدات ظريفة، في تنوع كبير جدا، في أنشطة جوه المتاحف وجوه الأماكن الأثرية كمان بتتعمل في بعضها. عامل ايه الأنشطة بقى؟ ده انت جاية بتقول لنا على حاجات احنا جديدة بقى، ده كده تطور. لا والله، وزارة الآثار بقى لها سنين دايما بتعمل أنشطة للأطفال، كورسات في الصيف، في حاجات منها بتبقى بمقابل رمزي وفي حاجات بتبقى مجانية. قصر البارون بيعمل أنشطة دايما للأمهات، زي شغل الجلود، الأطفال مثلا بيعلمهم هيروغليفي، لا يعني مثلا قصر بارون مصر الجديدة. أوكي. في حاجات كتير بيعملها للمرأة. كتير في كل التفاصيل، كتير في كل مكان نخش في يعني تفاصيله. كل الأماكن الأثرية يكاد أغلبها كلها فيها أنشطة ثقافية ساعة الصيف، وده غير إن في أجازات نص السنة كمان. لو أنت مكسل تنزل ومش عارف مين هيشرح لك، أو مش عايز جايد مثلا بأجر هيدفع لك، في الصيف بينزل اصلا طلبه الارشاد متطوعين، بيبقى في خدمه تطوع ارشاد. ده جميل قوي. بتروحي، بس ده مش في كل الاماكن، بيبقى بعض الاماكن بس بيبقى مسموح لها للطلبه. تقدري تنزلي تروحي، هتلاقي لها هيشرح لك المكان كله بدون مقابل. حلو قوي. بس في اماكن كتيره قوي غنيه الاطفال هتنبسط فيها، يعني في حاجات نماذج زي فكره الاثار، زي متحف الحضاره العلوم والابداع اللي في مصر الجديده، ده مش متحف اثار بس معمول نموذج للاثار. جميل قوي. نماذج يعني الطفل الصغير لو راح بيمسك الاثر بايديه كالعاب، كحاجات بايده كده، الاطفال الصغنونه هتلعب، وهتبقى فيها خروجه وفيها ملاهي هناك جوه كيدز اريا. يعني حلو قوي. الدوله عامله منها ثلاث مستويات، مصر القديمة والحفريات والآثار اليونانية والرومانية، ده حتى في حركة كده لطيفة الأطفال تلبس الكبات وتعمل نفسها كأنها زي دكتور زويل. عاملين كأنهم زي دكتور زويل، يعني حلو جدا. جميلة. ويقعدوا يحفروا كده في الرملة كماكيت كده ويطلعوا منها أثر. انت ازاي تقدر تحفر، ازاي تقدر تلون، ترسم الحياة كانت عايشين ازاي هناك، بيوريهم بشكل كده مجسمات كده ازاي كانوا حضارة عايشين زمان، ازاي المية كانت تسقي الارض. بصي بنماذج بسيطة خالص والمقايضة، انت لو عندك تفاح فانا عندي برتقان، فانا هديك ده هتديني ده، قبل ما يكون في قصة الفلوس. الحقيقة الحاجات دي كمان يا دكتور بتفرق جدا مع اولادنا قبل دخول المدارس، لان الحاجات دي بيشوفوها في الدروس عندهم جداً. فلما يبقوا راحوا شافوا الحاجات دي على ارض الواقع، شافوا منها مصغرات، شافوا تاريخ بلدهم بعنيهم، ده بعد كده بيفرق معاهم. وبعد كده بتلاقي ان الطفل بيشغل دماغه وبيبقى عنده كده استكشاف بتخيل الدروس اللي بياخدها بعد كده. هو الحدوتة لما بتسمعيها وتيجي تتفرجي على فيلم بتثبت معاكي اكتر. صحيح. حدوتة. مش اديله التواريخ اللي في المنهج كله، بس الحدوتة لما يجي يقرأ بعد كده اللي في الكتاب تفاصيلها هتبقى هتربط معاه الاحداث ده كان فيه. صحيح. ايه بقى خروجات تانية بتبقى حلوة كده ولطيفة في اطار القاهرة، وبالاخص كمان انت عارفة بقى دايما يقولك بس الجو حر هروح فين،
هنا انا بقى الصبح، هل في خروجات في الاماكن الاثريه بالليل؟ هل في اماكن فاتحه بالليل في ليل القاهره؟ ده جميل. الدوله حلت الموضوع ده في اماكن كتير قوي، خلت الاثار تبقى مفتوحه لحد بالليل. ده جميل جدا. اوكي. احنا بنتكلم على متحف القومي للحضاره. بقى شغال الساعه 7 و8 بالليل في ايام معينه. في الويك اند برده المتحف اللي عند الرمايه، المتحف الكبير برده. بقى شغال الساعه 10 بالليل برده في ايام محدده. وبرده ده او ده بيبقى الحجز مسبق، فبتبقي عارفه انت ايه ده انا لحد الساعه 10 بالليل. وكل يعني كل حاجه دلوقتي اكيد ليها ويب سايت، هتخشي تحجزي من على الويب سايت بسهوله جدا. يعني انا لو عندي ام بتشتغل ومش فاضيه ساعه الصبح وبترجع من شغلها الساعه 5 6، هتقدر تاخد ولادها وتقدر تروح المتحف. هنقدر ان احنا نخرج بالليل، يعني هنخرج. طبعا طبعا يعني احنا لا يمكن ده يخلص في يوم واحد. شارع المعز، شارع المعز بخروجاته بالليل بانواره باضاءاته بحفلاته. الغوري، سلطان غوري بيبقى فيه حفلات القصر غوري. في عندنا برضو بيت السحيمي. بيت السحيمي والحفلات بيت السحيمي ده لوحده ده حدث يعني جميل. يعني في اللي ورا جامع الازهر الغوريه، لا اللي ورا جامع الازهر هقول لك على الاسم بقى. اوكي تمام. لا في عندنا في المنطقه دي في كذا مكان، كذا بيت. احنا هنشوف دلوقتي صور مع حضرتك برضو في اهم الاماكن اللي انت بتزوريها وبتروحيها. وخلينا نقول ان احنا ممكن نطلع بره الصندوق، يعني عندنا حفلات جميله جدا زي حفلات في ليالي القاهره بقى بالليل، صح كده؟ انهي صوره؟ كان في صوره تنوره تقريبا اهي. التنوره ده بقى ده جميله جدا. انا المكان ده ما حدش بيروحه. تسمعوا عن جلال الدين الرومي؟ طبعا. طيب انا عندي فيه بيت اصلا بيتكلم عن الصوفية. موجود البيت ده بيبعد ما فيش 3 دقايق ومش معروف قوي ومش كتير يعرفوه، بعد جامع السلطان حسن والرفاعي. جميل جدا. تمام. بجد من الحاجات الجميلة جدا، كلنا عارفين جلال الدين الرومي وجو الصوفية والتنورة اللي احنا عارفينها بطريقة بتاعتهم، واختلاف تجربة مختلفة. فبتروحي بتتعرفي عليهم وايه وضعهم، وهناك بصراحة بيشرحوا لك كل حاجه. اداره العيال الالعاب دلوقتي يعني من النهارده واحنا بنتكلم، يعني احنا بعد دلوقتي بيسمعنا يقدر يقوم يلبس وينجز كده ويروح وينزل حفلات الالعاب الليل. يعني الدوله بتقول لك ايه؟ لو مش عايز تعرف الاثار بتاريخها هدخلك الاثار بغنويها. ايوه صحيح. فتعالى حفلات هاني شاكر، ايهاب توفيق، في كذا حد انا مش عايزه اقول اسماء، وفي عارف جميل. يعني بالليل بتتعمل جوه القلعه وبتبقى مأجر حاجات رمزيه، يعني حاجات حلوه اعتقد 40 50 جنيه تقريبا التيكت، يعني مش متذكره قوي، بس الاجر بيبقى حاجه بسيطه جدا. فتقدري تاخدي ولادك وتقدري تنزلي وتخرجي وتقعدي براحتك وهتنبسطي. وجو مش عايز يسمع تاريخ هيصور صوره برضو الدوله، صوره مع التاريخ، يعني هتصور صوره مع التاريخ، يعني حصر كده تحاول تنوع عشان تخلي الناس تتشد اكتر للاثار وتربطهم بالتاريخ، تربطهم بالاماكن. دلوقتي من كتر الحفلات ما ننكرش ان الحفلات دي فادت الدوله على فكره وفادت الناس كمان. طبيعي. لما الناس بدات تروح القلعه وتحضر الحفلات، الله ده المكان حلو في النايت، شكله نيجي لذيذ. هنيجي الصبح بقى يتعامل في الاماكن دي ايه؟ افراح ومناسبات. صحيح. اذا بقى بيدخل للدوله دخل، بقت الحاجات نفسها بقى في تعارف وفي حركه عليها وفي رواج. كنا الاول قبل الحفلات دي كنت تلاقي حد بيعمل افراح هناك؟ لا لا الحقيقه. طب مش من الحفلات بالليل ابتدت الاضواء، ايه ده الله، طب ده الجو حلو، طب انا عايز بقينا نلاقي مشاهير، طب نشوف المكان ده نروح نتفرج عليه. طب قولي لي بقى ايه الحاجات المستخبيه كده جوه شوارع القاهره القديمه الجميله اللي احنا ممكن نروحها وما تبقاش متعارف عليها؟ يعني انت عارفه دايما الخروج عندنا بيبقى متعلق ان احنا هنروح نتغدى في مكان، هنروح سينما. احنا عايزين نخرج بقى عن المألوف ده، عايزين نروح نشوف بلدنا، عايزين نسافر لبلدنا. يعني الواحد بيروح بلاد كتيره في العالم وما بيلاقيش عندها الحاجات الجميله المميزه العريقه زي اللي موجوده عندنا. طب ما تيجوا نسافر جوه بلدنا، تيجوا نتعرف على حاجات كتيره احنا ما شفناهاش قبل كده، بدل الخروجات التقليديه اللي احنا نادي نتغدى بره نروح سينما. وهي هياها والله، احنا لو خرجنا مكان اسري هننبسط فيه ساعتين ثلاثه، هنتصور هنفتكر ذكريات زمان واحنا في الجامعه. صحيح. وصغننين وايه ده، والولاد ايه ده اخدوا صور. الاماكن دي بتاخدي فيها صور كتير جدا. صحيح. وبصي بتلفيها من فوقها لتحتها، وكل حجر او كل مكان فيه لي حدوته بتاخدي صور لذيذه. كل الاماكن الاثريه حواليها اماكن اكل. أوكي. فعملنا الاثنين مع بعض. صحيح. ده ما فيش احلى ولا اجمل بقى، يعني روعه روعه. السيده زينب
تعالي نخرج السيده دي يلا نخرج في خروجه كده لطيفه تعالوا نروح على بيت الكريتليه اللي اتصور فيها فيلم الازرق. فيلم الازرق اتصور فيها افلام كتير وده ممكن نخش كتير. ده ممكن نخش ممكن تدخلي التيكت عليه جدا وباسعار وبيعملوا على فكره كورسات للاطفال وحاجات رسم وحاجات امكانيات جميله جدا ده. هنخلص هندخل على طول الباب اللي جنبه هو نفس الباب ليه الداخلي كده ندخل على جامع الحاكم بامر الله يعني اللي هو ايه يا جماعه شفنا تاريخنا وشفنا قد ايه المباني عريقه وجميله ومختلفه عن اي مكان تاني بالظبط احنا هندخل المساجد اللي جنب بعض لا بني ممكن خروجه تبقى حلوه كده ونروح نقضي فيها اليوم وتبقى خروجه للذاكره عارفه انت خروجه يعني تعيش معانا في الذاكره ايه تاني ممكن نروح مجمع الاديان برضو ولا ممكن الاديان حلو جدا فيه ايه ممكن ما يدرستوش فيه الاطفال لا بالعكس مجمع الاديان حلو لان هم بيتشدوا لحاجه بالنسبه لهم جديده غريبه الطفل مش زي الكبير الحاجات الجديده اللي اول مره يشوفها ما بيشوفهاش في صور كتير بيبقى منبهر وممكن ناخدها بشكل رابط ديني ايوه هو صحيح. يعني انت ممكن مش بس اثر انت هتاخدها برابط ديني طب ايه رايك من 10 من مبشرين بالجنه كان موجود في الارض دي ونحكي له حدوته بتاعتها وازاي دخل وعمل الفتح بتاع يعني وجي ساعد عمرو بن العاص مين الزبير بن العوام كان في الارض دي واقف وكان بحصانه ونط ازاي ونحكي الحدوت عشان ساعد عمرو بن العاص يدخل ويعمل الفتح بتاع مصر الفسطاط قديما عايزه اكتر انت عارف ان المكان ده طبعا بندخل وبندعي المكان ده كان مستخبي فيه سيدنا عيسى والسيده مريم رضي الله عنهم وارضاهم ايه يلا ندخل ونبص ايه ده ايه ده ايه الجمال ده ده المكان هنا استخبوا فيه بتاع حوالي من 3 ل 6 شهور ومثبت ما فيهاش اختلاف هو بس الاختلاف ما بين المده 3 ل 6 شهور فاحنا بنتكلم اهو لو عايز تاخدها من الدين هناخدها من الدين عايز تاخدها من حدوته وتاريخ ولف هنخلص من هنا هنطلع على عمرو بن العاص هنتفرج على المكان بتاعنا ازاي ده جه هنا والجامع كمان لسه مطور ولسه مطورينه بشكله الجميل الحقيقه الكلام مع حضرتك يعني ما بيخلصش وجميل جدا وفتحت لنا حاجات كتيره وبسطت لنا كل حاجه انت نورتينا النهارده في طعم البيوت شكرا ليكي. جدا ليكي دكتور روتي ميرسي جدا مشاهدينا الحقيقه فقره كانت جميله نقدر ان احنا نروح ونخرج ونتفسح ونسافر جوه بلدنا ونشوف اماكن كتيره حلوه ومميزه ومختلفه وغير تقليديه خالص ونعلم ولادنا ازاي يحبوا تاريخهم عشان يبقى عندهم حاضر مميز ومختلف هنروح فاصل دلوقتي وبعد الفاصل هنلتقي في فقره فنجان قهوه مع ضيفتي اللي هتكلمني النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو العند عند المرأة ازاي نتعامل معاه والعند عند اطفالنا ازاي نتعامل معاه وبعد الفاصل دكتورة أميرة ونلتقي في طعم البيوت